يومين ونص تحديدا وصلت على لبنان من الصين بعد كابوس تقريبا في كنت أقوله كنا عايشينه بسبب فيروس الكورونا. وصلنا على المطار بقطع بوصل عند سيكوريتي جارد بسأله أنا جاي من الصين حتى ماسك مثل الشاطرة وين بقدر روح عند وزارة الصحة أو في شيء تفتيش الصحة وهيك ولا أي شيء. أوكي بيجي بسأل بوزارة الصحة من مبارح لليوم أنا عم بحاول أتواصل معهم جبتوا فحص الكورونا يا جماعة أنا حاطي حالي بأيزوليشن ولهلأ ما في حجر ما في اي بريكوشنز ما في اي شيء فحص هو بس كت تفحصه اذا انا عندي شيء او لا يعني عشان ما احبس حالي 14 يوم اي بلد بالعالم صار عنده اياه هلا الاردن صار عنده اياه للفحص لحتى لي تتاكدوا انه هذا الشخص اللي جاي من الصين عنده فيروس الكورونا او لا هذا بس الطلب اللي نحن عم نطلبه انه مش فاهمه انا وزاره الصحه ليش موجوده او انتم كحكومه انتم ليش موجودين اساسا يعني انا عن جد يعني انه في عندنا ازمه عالميه وفي مليون حدا اجا من الصين في صينيين حتى اجوا معي نفس الطياره فاتوا على البلد وشالوا الماسك وكملوا حياتهم عادي هنا مش فارقه معهم انا فارقه معي اهلي وعائلتي وناسي